بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هشرح أمر من الأوامر المهمة في برنامج الأوتوكاد اللي هو أمر سوبر هاتش بلوك. أنا عندي شكل أنا رسماه عبارة عن دايرتين زي ما احنا شايفين كده أهو، وفي النص فيه مستطيل أو مربع. طيب أنا عايزة الشكل ده أعمله بلوك، هاجي أقول له دي بلوك، وبعدين هسميه أي اسم، ممكن أسميه بلوك 1 بالشكل ده كده، واقول له البيك بوينت خليها النقطة دي كده، وبعدين سيلكت اوبجكتس اختار الشكل كله، وبعدين ادوس بيمين الماوس انتر، وبعدين اوكي. تمام، انا عايزة بقى اعمل بلوك. انا خلاص خلصت البلوك بتاعي، هاجي ارسم دايرة عشان اعمل فيها السوبر هاتش. دايرة مثلا اي شكل انتوا عايزينه، فانا هنا بس بجرب معاكم. انا هرسم دايرة، ممكن انا اغير اللاير بتاعتها اهو بالشكل ده، وبعدين اشيل ده انا مش عايزاه خالص، واجي اقول له سوبر هاتش. تمام، هنا السوبر هاتش فيه اكتر من اختيار، انا اللي عايزاه منه اللي هو البلوك اللي انا بشرحه النهارده، وباجي اقول له اوكي، وبعدين هعمله على الكوادرنت هنا، احطه في المكان ده كده. تمام، هنا بقى بيقول لي اكس سكيل فاكتور 1، هسيبها 1، بعدين ادوس انتر تاني، وبعدين الانجل هنخليها 0، هدوس انتر، وبعدين يس انتر، وبعدين هدوس انتر تاني لحد ما اوصل للانترنال بوينت، وهنا هدوس داخل الدايره بتاعتي دي بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين، حدد لي الدايره. تمام، وبعدين ادوس بيمين الماوس انتر، عمل لي هاتش بالبلوك اللي انا عملته. يبقى احنا النهارده اتعلمنا ازاي ان احنا نعمل سوبر هاتش عن طريق بلوك احنا نفسنا عملناه. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.